بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحايا لكم أعزائنا من برنامج يسألونك عن الإنسان والحياة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، والذي يمكنكم التواصل معه على أرقام الهاتف 01-853-804 853-805 و853-806، ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم نصية على رقم الواتساب 76-64-99-19. يجيب عليها اليوم ضيفنا سماحة الشيخ محسن عطوي. تحية لكم مولانا، وأهلا ومرحبا بكم ويرعاكم. يا أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. شيخنا، كبداية، الفاتحة هل هي اسم شرعي يعني قرآني أم اسم حديثي من السنة النبوية الشريفة أو الأئمة سلام الله تعالى عليهم، أم هي السبع المثاني كما يعرفها القرآن الكريم؟ حياكم الله. حيا لكم وحيا إخواني وأخواتي جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يعني موضوع أسماء الصور القرآنية إجمالا، يعني الغالب على الموقف العام منها أنها توقيفية، وأن مواضعها أيضا توقيفية. ومعنى أنها توقيفية يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر كتاب الوحي، وقد كانوا جملة من الصحابة يكتبون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما نزل عليه شيء من القرآن. نعم. فكانت إذا تمت سورة ينص على أنها قد انتهت، وأن هذه السورة اسمها كذا وموضعها من القرآن كذا. نعم. أنها في أول القرآن، في السورة الثانية من القرآن، الثالثة، وهكذا. وبذلك يعني تكون أسماء السور مأمور بها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا سميت يعني سورة الفاتحة؟ غالبا أسماء السور تكون لها علاقة بما تتضمنه السور. نعم. ولأمر ما يعني اختير من بين مضامين السورة الكريمة مضمونا واحدا سميت السورة باسمه. يعني مثلا لو أخذنا سورة البقرة، سورة البقرة من أكبر سور القرآن الكريم، وفيها من الموضوعات ما شاء الله. نعم. من بين هذه الموضوعات موضوع بقرة بني إسرائيل، يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذ قال موسى لقومه يا بني كذا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وصار في حوار بين بني إسرائيل وبين موسى عليه السلام إلى أن وصل الأمر إلى أنهم يعني البقرة التي أراد الله سبحانه وتعالى لهم أن يذبحوها عجيب غريب، ما في منها على الكرة الأرضية يمكن إلا بمطرح، عرفت كيف، بزاوية من زوايا الأرض. وحسب القصص النبوي
وليس ذلك منصوص عليه في القرآن الكريم، أنهم اشتروها بوزنها ذهبا. وكأن القرآن الكريم يعني أراد من هذه القصة أن تكون عبرة، أن الله إذا أمرنا بشيء لا نلح على الله. عرفتي؟ أنه ربنا مثلا بيقول لك اغسل وجهك، بيجي واحد بيقول لك كيف بدي اغسله، بصابيعي والله بكفي، بلش باليمين والله بلش بالشمال، والله كذا، بغسل وجهي بدي اثنين والله بإيد وحدة، بأي وقت لازم بلش بغسل الوجه، وهكذا، بحيث يسأل أسئلة لا ضرورة لها، وكأنه لا يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، منجيب بقر ومنذبحها ومنكون نفذنا أمر الله. نعم. أما إنه نسأل، اسأل لنا ربك يبين لنا ما لونها، اسأل ربك يبين لنا حالتها، اسأل 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 اسأل، إلى أن يعني الله تعالى اختبرهم ليقول لهم أنه لا ينبغي عليكم أن تسألوا. هلأ من بين مضامين عديدة الله تعالى اختار هذا المضمون ربما لأهميته، وسمى سورة بسم الله تقارب آياتها 300 آية أو حوالي 300 أو تزيد، أنه سماها سورة البقر. مثلا في سور سميت بأولها، سورة مثلا اقرأ، سورة تبت، نحن سورة تبت من لأنه أولها تبت فيها. نعم. مثلا نعم. تبت يدا أبي لهب. نعم. فإذا يعني سورة الفاتحة ربما يكون يعني قد سميت بهذا الاسم لأنه تستفتح بها الصلاة، وهي أول ما يؤتى به من الصلاة بعد تكبيرة الإحرام التي هي المفتاح. أما أول أعمال الصلاة فهي القراءة التي لا بد أن تكون بالفاتحة، وقد قيل لأهمية قراءة الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وكأنك إذا لم تقرأ سورة الفاتحة لم تصلي. فربما لأهمية يعني ما تتضمنه كانت جزءا من الصلاة وأول ما يؤتى به بالصلاة في الصلاة. نعم. وتكررت في ركعتين من الصلاة، وكان أنها سميت الفاتحة ربما من أجل ذلك. نعم. اسمح لي أخذ اتصال سمحت شيخ ونعود. تفضلوا. السلام الله عليكم. ألو. تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسلمكم إن شاء الله. مولانا بشكل عام، بس طبعا مش عند كل المسلمين، عند بعض العلماء وعند بعض اللي متعلمين بالحوزات واللي عم بيتعلموا بالدين وبالفقه وبالغيره. نعم. فالأغلبية بسمع لهم شتم العلماء، شتم بعض المراجع، بعض الكذا. يقال انه قال بالدين قال يجوز لك ان اذا كان عالم مخطئ يجوز لك تلعنه او تكبر عليه كلام. فقلت له اذا كان المسلم عادي هو اصلا ما بيجوز لك تلعنه او تسبه، فهل يجوز شتم العلماء او شتم المراجع او كذا؟ ما بعرف انا. حلو هالسؤال. يعني أنا السؤال كتير لطيف. أحسن. الله يخليك ويعزك يا رب. هلا فيك. أتمنى أسمع هيدي. إن شاء الله. هلا. هو هذا بالفقه عنا بسموه القدح. القدح في تبعنا خير. المقالات الباطلة. هلا وسهلا فيك. يا هلا يا. طيب تفضل سمع الشيخ. إيه. نكمل بالقدح. يجوز هيدي شغلة جديدة هيدي يعني. بالحقيقة لما بيحكوا الفقهاء عن الغيبة بيجيبوا هاي السيرة. نعم. إنه الغيبة حرام.
من كبائر الذنوب. وعقوبتها كبيرة يعني، وذكرها القرآن كأكره ما يكون ذكر معصية. مش كأكره، ذكرها بوصفها أكره ما يكون من المعاصي. وشبه المغتاب بأنه كمن يأكل لحم أخيه ميتا، فالصورة كتير قبيحة. إنك أنت عندك صديق متوفى وأنت تقتطع شيئا من لحمه وتأكله، هكذا الغيب. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. فمفروض تكره الغيب. طيب. عفوا سمع الشيخ، هيدا التصوير هيدا يعني معناته انه ياكل من قيمته المعنويه عمليا؟ انه ينتقص منه، ينتقص منه، ينتقص منه باقبح الانتقاص. يعني انه هو مانو حاضر وعنده شيء خفي، عيب مستور، وانت تكشف هذا العيب المستور، وبالتالي وهو لا يريد ان يكشف. ففي أكثر من شغلي أنت عم تتجوزها، عم تفشي سره، وعم تعمل شيء ما بيحبه، وعم تذكره وهو غير حاضر، يعني تستغل غيابه لحتى تنال منه. على كل، إذن لما بيحكوا عن الغيبة وأحكامها بيحكوا عن استثناءات في الغيبة، انه انت ما بجز لك تغتاب الا اذا كنت مظلوما وذكرت ظالمك بالظلامة التي فعلها بك حيث لا يعلم احد. يعني يمكن يكون اللي ظلمك فقيه من الفقهاء والناس ينظرون اليه كأحسن ما تكون النظر، لكن لأمر ما ظلمك، وظلمك حقا، فأنت فيك تقعد ولو كان غائبا تقول أنه فلان قد فعل بي كذا وكذا. في أي مكان ممكن تذكر هالظلام يا سمح الشيخ، أم عندما يمكن أن ينصفك؟ لا، مش بالضرورة، ما فيها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم، عرفت كيف؟ طيب، الاستثناء الثاني أن يكون في مقام النصيحة، أنه حدا بده يتزوج حدا أو بده يشاركه ويأتمنه على مصالحه على أمواله ولا يعلم عنه إلا الخير، فيجوز لك إذا استشارك أن تذكر ما في الآخر من عيب مستور حرصا على أن لا يتورط هذا الإنسان في شراكة معه وهو لا يدري، أو في زواج أو ما أشبه ذلك. وليس لها أيضا قيود، يعني ممكن يكون هو ما استشارك بس أنت عرفت فبتجي بتبيره بالنصح. هلأ اللهم إلا إذا كان لن يقدر نصحك يعني، وستكون في موقف مهين أو ما أشبه ذلك ويظن بك السوء، إنه ما بده خدماتك، إنه يا أخي أنت شو اللي جابك يعني، طيب أنا خليني على غفلتي خليني. فأنت بدك تقدر إنه هل يرحب بنصحك مثلا، لأنه أحيانا بيكون ما في هالصلة بينك وبين من تنصح، فلا يقدر نصحك. وبالتالي يعني طبعا إن شاء الله بصير في مجال والواحد مننا بيحكي بتفاصيل هالموضوع، لأنه موضوع حيوي بالحقيقة. عرف كيف حبيب القلب. طيب، والحالة الثالثة القدح بأهل المقالات الباطلة. بأهل المقالات الباطلة. ماشي. طيب، أقول لأخي السائل هي هاي المقتل وليست المنقبة، يعني مش منقبي لإلي
أنه أنا يكون عندي منبر فيسبوك أو إمام مسجد أو خطيب أو ما أشبه ذلك وأقف وأتحدث عن من يخالفني الرأي شروي غروي مثل ما بقوله. ليش بقوله شروي غروي؟ ما أعرف، نبحث عنها إن شاء الله. شروي غروي لا حلو ينبحث عنها. طيب أول شيء، ماذا يعني القدح بأهل المقالات الباطلة أو ما ماذا نعني بالمقالات الباطلة؟ هل إنه والله علماء الشيعة مختلفين، حدا بيقول إنه لازم تمشط شليشك على اليمين والتاني بيقول لا لازم تمشطه على الشمال، وأنا شايف اجتهادا أو تقليدا إنه لازم يتمشط على اليمين، فبقوم بهردب علي بمشطه على الشمال وعلي بيفتي بتمشيط على الشمال. يعني معقولة إيه؟ إنه يكون ربنا هيك قصده، وبالتالي ما تراه أنت باطلا يجوز لك أن تقدح بمن يخالفك بالرأي. فهذا يعني أن الأمة تقدح ببعضها، صحيح، وتتحول الحركة الثقافية والفكرية والعلمية إلى تقاذف بالتهم والشتائم، إنه هذا بيفهم هذا ما بيفهم، هذا يخالف ضرورات المذهب، هذا خارج عن العقيدة، هذا حله هذا تركه، هذا القدح، مش إنه يسب له بيه أو نسبه أو ما أشبه ذلك. اسمح لي عفوا سمح الشيخ، أخذ اتصال وبرجع على الموضوع. تفضلوا. ألو. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حجة حسين يعطيك العافية، طول بعمرك إن شاء الله ويعافيك. مولانا يعطيك العافية. الله معك. أهلا وسهلا. ويعافيك إن شاء الله. مولانا نحن لما بنقول اللهم مشين الأفئدة والجوارح اجعلهم الوارثة مني، يعني وقت إنسان مثلا يموت تكون جوارحه وأفئدته سليمة من كل سوء يعني، واجعله الوارثة مني. مولايا إن مولانا يعني نحن الصبح شوية كنا مع الزميل لأن نحن بنجي بسيارة الشركة، فقامت طلعت علينا بالعالي بشكل مش معقول كرمال إنه نحن عم ننطرها تحت ومرات عم توقفنا حبيت أختها بتعطي غراض ومواد بتحط ولادها أو بتطلع أختها معنا، نسيت هيدول كلهم وإنه تعب بكير وما بعرف شو. أنا قلت لها نحن ما عم ننطرك قبل، نحن كل يوم ننطرك، فطلعت بالعالي بشكل قلت لها بنحكي برواء لشو هيدا العالي. يعني أنا ساعتها شكيت يعني عنا واحد بالشركة إنه طلعت علينا كتير بالعالي، بس أنا ندمت رجعت استغفرت لي وإلا ولا إلي. ماشي ما بيأثر من ضبط لك إياه حبيب قلبي. شكرا كتير. طال عمرك. طال عمرك. أهلين. طيب إذن المخالفة بالرأي مش مسوغ لأني هردب مثل ما تفضلوا. مصيبي يعني مصيبي. ما في تشريع بيحترم حاله ويشرع الاختلاف، بمعنى أنه يشرع التعصب للرأي ويشرع الاستهانة بالرأي الآخر ويسقط حرمة المخالف لك، لأنه هاي شغلة متبادلة. يعني مثل ما أنت بجوز تقدح فيي أنا بجوز أقدح بمن يخالفني. نعم. مفروض أنه مخالفين بعضنا يعني. إذن ما هي الضوابط التي يقوم عليها هذا؟ من نرجع للفقهاء للمجتهدين. هلأ حدا حكى هالكلمة ومشي، الله يرحمهم فقهاءنا يعني على طريقتهم بفكروا أنه عم يحكوا لبعضهم يعني بالرسالة العملية موجودة هاي. نعم. طيب أنا كإنسان مشحر معتر مقلد وماني من أهل العلم ولا دارس شريعة ولا باخذ للكلمات أفاقة، القدح بأهل المقالات الباطلة يعني أي واحد بينشاف رأيه شوي مش ضابط، مش مثل ما قال لي بيه، مش مثل ما قالوا أهل ضيعتي، مش مثل ما قال عالم الضيعة اللي عنا، مش مثل ما قال المرجع اللي بقلده، بعتبره عم بيقول باطل. إذن فيه اقدح فيه بينزل فيه قدح. قدح يمين شمال وشو هالرأي وشو هالحكي ومنين جايبه هذا القدح، يعني التوهين والتسقيط.
يمكن أحيانا ما تقول شيء كبير بس نفس أنك أنت ترفض هذا الرأي هو خلاف التواضع للحق وخلاف الحرص على البحث عن الحق وخلاف الاحترام للآخر. ما بصير. ما الآخر اللي قايل هالرأي مش طبعا مراء طريق ولا أنه يعني إنسان لا يفقه، عالم جليل مجتهد، وقد يكون كثيرون قالوا هذا الرأي مقابل كثيرين قالوا بالرأي الآخر. طيب وأنا إنسان على البركة يعني بدي أخذ أحد الرأيين وأنا معذور، يعني إن أخذت بهذا الرأي معذور وإن أخذت بهذا الرأي معذور، ونقي واستحلي يعني ساعتها ربنا ما بيقول لي يا محسن أنت ما كنت مجتهد ولا هذاك، ليش أخذت برأي العالم الفلاني وما أخذ برأي العالم الفلاني؟ ما بيسألني رب، لأنه اثنينات حج علي، يعني ذلك من أهل العلم وقال رأيا وذلك أيضا من أهل العلم وقال رأيا. طيب أنا كإنسان عادي بأخذ أحد الرأيين وبسكر على الباقي، ولما بقعد بمجلس يعني ما بعمل حالي فقيه وإنه والله آيات أنا الرأي الفلاني هو الأزبط. طيب ما أنت لما بتقول رأي الفلاني هو الأزبط ولست من أهل العلم، على أي قاعدة؟ على قاعدة تقليدك للعالم الذي تثق به أو ترتاح إليه. طيب قول إنه والله الرأي الذي بيقول كذا وكذا أنا ملتزمه وأنا ماخذ فيه، بس إنه أنا بشوفه أنا بقول وأنا بحط والرأي الثاني كذا وحله من تركه، هذا خلاف الإنصاف وخلاف يعني الدقة العلمية والمعرفة حدود النفس كمان. نعم أنا بقول لك يعني لها مصداق واحد، إنه يكون الذي قال الرأي الباطل قد خالف ما اتفق عليه العلماء ولم يعني يكن له دليل عند أهل العلم وأهل الصناعة معتد به، وخيف على الناس من رأيه أن يفتنوا به، ولم يمكن ردعه إلا بالتوهين منه، حينئذ يجوز أن يقدح به ليوهن رأيه بأعين الناس ويبعد الناس. يعني مثل ما صار بموسم عاشورة هيدا اللي مضى، أنه أعصوا ما شئتم فإن الحسين عليه السلام بنفخة منه بيمسح كل شيء معاصي وذنوب. بلى. فطلع العلماء وطلع مشايخ حكوا وهنوا هذا الرأي وحكوا عليه. إذن هوني مثلا وهو بالواقع هو ليس من أهل العلم، يعني مزبوط الذين لهم رأي، يعني صحيح هو مثقف مطلع على الدين. نعم على رأسي طلعت معه هيك، يمكن يكون تحمس عن غير سوء نية. ها ممكن يكون تحمس زيادة عن اللزوم. يا أخي حتى يعني ونحن نريد أن نرفض مثل هذه الآراء، أنا بقول لإخواني اللي عم يسمعونا ولكل أحبابنا، حين تقول رأيك بهدوء وبحسم وبوضوح وباحترام للطرف الآخر سيكون كلامك مؤثرا أكثر مما لو استخدمت الانفعال والانفعال والعصب. نعم صحيح. نعم وخلص أنا بأدي تكليفي هالقد يعني. نعم لو فرضنا أنه انحصر توهين رأيه وإسقاطه بالقدح به نقدح على قاعدة الضرورات. إذن الحكاية مش أنه مرجع قاعدة مثلا الضرورات. عنده فتوى ما عجبتني أو فتوى ما ناسبتني أنه أنا يجوز لي أن سبوا واشتموا غيره. أعوذ بالله. يعني العالم، متأسف أني أقولك، العلماء الذين تورطوا بمثل هذه المعارك ولم يلزموا جانب
لين في تعاطيهم مع الآراء المخالفة، يعني أدانوا أنفسهم. أدانوا أنفسهم. نعم. شيخنا عم تسأل عن أنه حدا كان يقول بتشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين قالوا لأنه لا ما بيصير أشهد أن لا إله، بل أشهد أن لا إله إلا الله. طيب هل أن لا إله إلا الله القديم اللي كانت عم تقولها بالتشهد هل تبطل الصلاة وبدأ تعيدها ولا لا؟ إيه لا، يعني كل خطأ في اللفظ لنص يجب قوله، مثلا افترض مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، في حدا سألني أنه كان يقول الله أكبر بدون الواو، ما يقول والله أكبر أو ما أشبه ذلك مثلا، لا يوجب بطلان الصلاة لأنه ليست من الأركان التي إذا نقصت تبطل الصلاة من كلها، ويجب إعادتها، وإنما هو خطأ يغتفر الجهل به أو يغتفر بسبب الجهل به، وبالتالي لا يجب أن يعيد الصلاة إلا أن ينقص شيئا يجب أن يقضيه، كما لو أنقص سجدة أو أنقص التشهد فإنه يجب أن يقضيه، فإذا كان كذلك نعم يمكن أن يقال. أنه مثلا بعضهم سألنا من مدة أنه كان يقول التشهد بس ما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، كان ينقص جزء من التشهد. فنحن يعني طلبنا منه أن يحتاط بأن يقضي كل تشهد صلى، بس التشهد بس مش التشهد. الصلاة كلها بس التشهد ويعمل سجدتين السهو. إذا بهاي الحالة ما في داعي لا حتى إعادة التشهد ولا قضاء الصلاة، لم ينقص شيئا من التشهد، كان في بس قال التشهد كامل بس. نعم ما في مشكلة. ما المستحب أن يقال في سجدة التلاوة، وهل يجب التوضؤ قبل مس المصحف الشريف؟ هلأ وجوب التوضؤ لا، وإنما يستحب أن يكون على طهارة، ويستحب أن يستقبل القبلة حين يقرأ القرآن، وآداب كهذه موجودة يعني. أما أنه يعني شو الموضوع الثاني؟ ما المستحب أن يقال في سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة نعم. مش واجب إنه ينقال شيء، ولا ببالي إنه مستحب نقول شيء، وإنما هي سجدة غالبا يعني فينا نحولها لسجدة شكر أيضا، بأن نشكر الله سبحانه وتعالى فيها أو نعظمه بأي تعظيم. هلأ من جملة ما يمكن قوله اللهم إني سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا فاغفر لي وارحمني يا رب العالمين، أو ما أشبه ذلك. يعني المهم هو بس فعل السجود. نعم هو الواجب فعل السجود. أحسن فقط. قول شيء ليس مطلوبا ولو على سبيل الاستحباب، مش ببالي أنه يستحب قول شيء معين. نعم يعني إذا سبحان الله فليقل أي سبحان شيء، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أي ذكر يعني يخطر على بالي فليقل. نعم. طيب موضوع ربي اجعله اجعله الوارثة مني مثلا عن السمع أو البصر أو شيء من القبيل، شو يعني؟ بل هو والله عبارة تستوقف يعني نعم يعني لابد ما ناخذها انه الوارثة مني بها المعنى يعني بمعنى انه يعني ما يرثه الانسان هو امر يسر، يعني اذا توفي احد وورثه شخص فانتفع منه بعد موته يكون ذلك مدعاة لسروره،
ونحن يعني إذا ورثنا من أسماعنا وأبصارنا فكأن الميراث من هذه الجوارح يرمز إلى شيء ينفعنا وإلى شيء يسرنا. واجعلهم أو واجعلها الوارثة مني، نعم، بمعنى أنه تذكر عني أفعالا حسنة تنفعني يوم القيامة حين تشهد علينا جوارحنا. نعم. عم يسأل عن المسح، يعني هيك ممكن والله أعلم طبعا. نعم. المسح على القدم عند الوضوء هل يجب أن تكون ثابتة على الأرض أم يمكن أن نرفعها على شيء ونمسحها؟ فينا نرفعها. هو الحكي بالثبوت حكينا مرة عنه. نعم. أنه ما تكون القدم طاير بالهواء. نعم. وحين نريد أن نمسح نمسح كفنا بالقدم. عرفت كيف؟ يعني بتكون القدم الكف ثابتة والقدم هي المتحركة، هيك بصير. بينما مفروض أنه تكون القدم ثابتة والكف هي التي تمسح عليه. علّيناها، نوطيناها، ثبتناها على العلبانيو مثل ما عم يقول. هذه صابنا مثل بقرة بني إسرائيل، يعني هالحكاية هاي. بقرة بني إسرائيل أنه قالوا لربنا اذكر لنا شو هي البقرة وسام. نعم. هلأ هون نحن قال ربنا امسحوا على اجريكم، خلص بمسح اجري وصدق الله. امسحوا على اجركم بس ما امسحوا اجركم بايدكم. هيدي الاشكاليه يعني، مش هيك؟ هو هيك بس هذا لا يحدث. يعني لو قصدته بدك تكون رياضي. بده يكون خفيف كتير لحتى يمسح اجره بايده. قادر انك تحرك اجرك وايدك ثابته ما بصير، وعلى اجر وحده مثلا بتكون رياضي. نعم. كمان مع اتصال، تفضلوا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم. الله يعطيك العافية يا شايف. يا هلا بالغالي. الله خلي لي اياك. اهلين وسهلين. بدي اسأل انا اذا وانا معي هيك ضيقت نفس شوي. ايه بالسلامة. بس انا عم بقرأ بعيد الكلمة اكثر من مرة. ايه. بس هي اذا بقرأ سورة ان انزلناه في ليل القدر. إيه؟ بقول أكثر من مرة لحتى بضيق نفسي. إيه؟ هلا فيني أنت يعني قصدك بالصلاة يعني؟ إيه؟, إيه فيني غيرها، فيني أبدلها للآية هذه سورة. ها؟ لا يعني تقرأ سورة تانية غير سورة القدر؟ إيه إيه شو على؟ إيه فيك تقرأ السورة اللي بكون عم بقراها أنا عم بضيق نفسي فيها. إيه الشيء اللي بريحك ونطقه. اسهل عليك معلش. الله يوفقك وخلي لي يوفقك ويرضى عليك يا شيخ الحاج علي خرايش. حبيبي والله طال عمرك. يا هلا يا هلا سلامتك يا حاج. بعدين اذا مثلا واحد ما يوم الجمعه ما اغتسلش مش ما يحاجب اذا ثاني مره ثاني يوم بيقدر يغتسل غسل الجمعه. صح، يوم السبت بيقدر يقضي. نعم. الله يخليك. على طول النهار السبت من الصبح لعشيه اذا اغتسل ونواها قضاء عن يوم الجمعه تصح منه، وحتى تغني عن الوضوء إذا أراد أن يصلي. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا فيك يا حاج علي. أهلا وسهلا فيك. حبيب صباحك. حبيب قلبي. أنا بسمع القرآن الكريم على محطة إذاعية. بعد ما تخلص التلاوة بيقول المذيع برواية ورش عن نافع رتل علينا الشيخ فلاني القرآن الكريم. صح. ما معنى ورش عن نافع؟ هني هون من التابعين الذين تخصصوا بالقراءات. نعم. أو من تابعي التابعين. هلأ اللي هي معتمدة يعني أكثر وهي أقرب للغة الحجاز حفص عن نافع. حفص يعني هن أشخاص مش هيك؟ إيه. ورش قراءته فيها غرائبيات، فيها إيميلي،
مثلا هاي إذا بتسمع بعض المقرئين بيقروا على خلاف قرآن مثلاً على خلاف ما هو المركوز بالذهن. هي قراءة ورش، قراءة حفص لا أكثر مقبولية لجهة أنها أقرب للنطق اللي كان متعارف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ورش وحفص هن قارئان للقرآن الكريم، من الذين كانوا أئمة في القراءة وأخذ عنهم الناس قراءة القرآن. هلأ نافع بعتقد هو من التابعين وأخذ القراءة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وحفص ورش وربما غيرهم يعني معظمهم كان من تلامذة نافع وأبصر يعني مهم شغلي إلى علاقة بعلم القراءات. نعم. حد عم يسأل سمح الشيخ إنه في واحد بيبعت لي خبز لحتى وزع هون على من يستأهل، فيني بيع الخبز ووزع المصريات أنا عن لأصحاب الحاجة؟ بركي نذر يوزع خبز، ما بيقدر يغير. يعني إذا أعطاه خبزا ليعطيه للفقير ما بيقدر يغير. نعم. إلا إذا كان مفوضا من قبل الفقير نفسه أن يفعل ذلك، يعني كما لو كان من عادته أنه يعطي 7-10 فقراء حوالي فأخذ وكالة منهم أنه ما يأتيكم من الأعيان المؤن إذا أنتم بحاجة لمصاري أنا ببيع لكم إياها وبعطيكم مصاري، مثل ما بنعمل نحن بالكفارات. نعم. هلا بالكفارات مثلا قديش عنا 60 فقير مثلا عنا جدول فيهم، وهو في أكثر من جدول. عفوا سمعت شيخ تفضلوا. مبدئيا إذا بدنا نرد الجواب ما في يبدل الخبز، ما في يبدل لا. طيب بياخد اتصال وبرجع على التفصيل سمعت شيخ. تفضلوا. هلو. تفضلوا. صباح الخير. صباح يا هلا يا هلا. تفضلوا. أنا أكلمك من بغداد، كيف الحال والأحوال؟ الله أهلا وسهلا فيك وتحية لأهل بغداد والعراق جميعا. الله يخليك. من فضلك أنا هذا السؤال من زمان يرد في ذهني، أنت عارف يعني الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة عبادة أهل الأرض كلهم، لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤخر شيء. نعم صحيح. أنا أسأل في وقت الحاجة اللي أنا أقدرها أنا مستعجل، ما الذي يمكن أن 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 ما أذكره بالصلاة أو أتجاوزه حتى يعني أريد الواجب الواجب الأساسي الأساس. نعم 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 طال عمرك الأساس. إيه على عيني. ضلك ويانا ولا عم تتابعنا مش هيك؟ لا أنا جاي أتابعكم الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يلا نجاوبكم إن شاء الله. تفضلوا سمع الشيخ بالجواب. أهلا وسهلا فيك. يعني أقول لأخي الكريم أنه الأذان والإقامة مستحبان، يمكن أن لا يقولهما. نعم. و خوش تكبيرة الإحرام واجبة لابد منها. نعم. قراءة الفاتحة هم لابد منها، وسورة قصيرة يمكن أن يختار أقصر سورة وهي سورة التوحيد أو سورة الكوثر إن أعطيناك. في الركوع له أن يكتفي بقول سبحان الله 3 مرات أو سبحان ربي العظيم وبحمده فقط دون أن يضيف عليه شيء. في السجود أيضا كذلك، يعني سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله 3 مرات، ولا يجب عليه قول شيء بين الركوع والسجود ولا بين السجود والسجود، كل ذلك مستحب. يعني ما يقال أنك تقول سمع الله لمن حمده وما أشبه، هذه أذكار مستحبة لا يجب عليه قوله.
يمكنه أن ينهي قراءة السورة فيركع فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يرفع رأسه ويهوي إلى السجود سبحان ربي الأعلى، ثم يتشهد دون أن يقول شيئا قبل التشهد، يبدأ مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم التسليم له أن يكتفي بتسليم واحد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتسبيحات الثلاث في الركعات الثالثة والرابعة من صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، يعني يقولها التسبيحات الأربعة مرة واحدة وهذا هو المقدار الواجب في الصلاة. نعم. وما عدا ذلك ليس واجبا. نعم هي طبعا في حال أنه مستعجل، يعني حتى أنه في الفقه عندنا إذا كان خائفا أو مستعجلا لأمر بالغ الأهمية له أن لا يقرأ السورة. يعني سورة التوحيد إذا كانت تعيقه مثلا أو كان الوقت ضيق أحيانا على الثواني، يعني يحسب وقت الصلاة الباقي، له أن لا يقرأ السورة، يعني وبشكل أولى أنه ويكتفي بالفاتحة بس. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بعدنا. يكتفي بقراءة الفاتحة دون السورة إن كان خائفا أو مستعجلا. عظيم. يعني هيدي براس مالها الصلاة أبدا، يعني ما فيها ربح أبدا. هوليك بحال الاختيار فينا من نجيبون المستحبات اللي ذكرنا. بس انقاص السورة لا، خاص بحالة الاضطرار، الخوف والاضطرار. طيب شيخنا، بخصوص الخبز، انه لو اراد اراد صاحب العلاقه انه يدفع مصاري كان هو دفع مصاري مباشره وما جاب خبز، يمكن يعني يكون نذر ان يشتري خبزا ويوزعه. فلا يمكننا يتوزع مثل ما هو اراد. صحيح. طيب شو هي الاعمال التي تفيد الميت؟ يعني كيف اكون بارا بوالدي بعد الموت او بوالدي؟ يعني قراءه فاتحة عند ذكر سيرته او الصدقه؟ شو هلا الفاتحة؟ يعني ليست هي العنوان العام، العنوان العام قراءة القرآن. نعم. أن يقرأ القرآن الكريم، مش الفاتحة بخصوصها مثلا. أيوة، أن يقرأ القرآن ويهديه ثواب ما قرأ. أن يقرأ دعاء مثلا ويهديه ثواب الدعاء، أو زيارة ويهديه ثوابها، أو صدقة كمان يتصدق ويهديه الثواب، وأيضا الصلاة له أن يصلي صلوات مستحبة، أو إذا كان عليه قضاء يفضل، يعني أنه افترض أنا والله حابب صلي ركعتين عن والدي أو عن صديق لإلي وبعرف أنه كان عليه كسورات بالصلاة، في أنا صلي هو الركعتين بعنوان أنها صلاة الصبح قضاء عن والدي، عن والدي، عن عزيزي مثلاً، عن صديقي فلان، عن زوجتي كذا، عن إلى آخره، زوجي إلى آخره، يعني ولدي أخي. يعني فينا نقول سمع فهذه هي، يعني رحم الله من قرأ التوحيد مثلا عن روح فلان، يعني معروف أنه رحم الله من قرأ الفاتحة. يعني باعتبار أنها أفضل سورة في القرآن. نعم. يعني المهم القرآن الكريم. نعم. هل تغني صلاة الشفع والوتر عن صلاة الليل سمحت الشيخ؟ يعني تغني عندما لا يدرك الباقي، يعني عندما يكون الوقت ضيقا عن أن يأتي بصلاة الليل كلها، يكتفي بالإتيان بركعتي الشفع والوتر. طيب إذا حدا بده يختار مثلا يصلي الشفع والوتر فقط من هالصلاة الليلية، ما في هل في يختار؟ لا مانع، يعني يقبل الله القليل
كما يقبل الكثير. يا من يقبل يعني القليل لا ويعفو عن الكثير، يترك من الميسور بالمعسور. يعني المهم انه ظاهر يعني الاستيقاظ باخر الليل سمعت نعم شيخ او وقت نعم السحر، حتى لو واحد مثلا استغفر ربه معلوم معلوم يعني الله تعالى هي يا من يقبل الكثير القليل ويعفو عن الكثير، اقبل مني القليل واعفو عن الكثير. المقصود انه الذنوب اللي الكثيره التي احملها على ظهري ويعفو عن الكثير. صحيح. نعم. تتراكم الذنوب، بفكر حاله الواحد ما عم يعصي بس من هون ومن هون. نعم. عودة على بدء سمحت شيخ، اسمح لي ارجع لسورة الفاتحة. أنا وقت اللي عم نحكي عن الفاتحة عم نحكي عن فاتحة الكتاب. ليش ربطت الفاتحة بالكتاب؟ فاتحة الكتاب قال لي أنها السورة المصحف. الأولى المكتوبة صح. بالقرآن الكريم صح. بس لأنها أول المصحف. نعم. وإلا هي مش أول النزول. لا ليست أول ما نزل، لا يعني أول ما نزل هنا قولان، يعني قول أنها سورة اقرأ العلق. نعم. وفي قول أنها سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يعني في حد عم يسأل سمعت شيخ إنه هل تسمية الفاتحة بالفاتحة يعني عمليا هي تفتح شيء للإنسان التالي لها، يعني مثلا كالبصيرة أو شيء من هالقبيل، ولا لا هذا عنوان ما له علاقة بال هلا ما بعرف إذا في حدا يعني أحاديث أو شيء تشير إلى هذا المعنى. بس إذا أردنا يعني أن نفكر بهذا الاتجاه لا أعتقد يعني أن الذي يفتح البصيرة هو سورة واحدة في القرآن الكريم. يعني كل القرآن هو في موقع أن يفتح بصيرتنا. لكن يعني حين يتحدثون عن خصائص سورة الفاتحة أنها تجمع يعني بين أمور هي أساس في العقيدة، يعني مثلا تبدأ بذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأنه رحمن رحيم وأنه رب العالمين ومالك يوم الدين مثلا، ثم يعني فيها دعاء بالهداية وفيها إخلاص لله بالعبادة. يعني بهالحالة بتفتح كثير أمور، يعني بتفتح الأفاق على كثير من الأمور اللي وفيها يعني دعاء أن لا يجعلنا الله من الضالين ولا من الذين غضب عليهم. يعني كأنه أتينا بصورة الإيمان بأركانه الأساسية، وأيضا وضعنا الكفر أمامنا ورفضناه ودعونا الله أن يمكن تكون يعني هاي. وكذلك سورة التوحيد يعني فيها تركيز على جانب التوحيد. ما بعرف يعني إنه الواحد يحط فضل لسورة ويكون فضلها مطلقا، يعني مثل ما نحن عم نعمل امتحان للطلاب وبيجي طالب صبر يعني بالمرتبة الأولى في صورة من هالشكل، مش واضح مش واضح من حيث المضامين. هلأ في علم الله تعالى أو فيما صح من أحاديث في حذر، يعني أنا بقول لك لما بيحكوا العلماء بالأحاديث وأسانيدها في حذر من الأخذ بالأحاديث التي فضلت صورة على صورة. وذكرت ثواب قراءة سورة، مثلا أنه من قرأ سورة كذا فله من الثواب كذا وكذا،
أيضا في حذر من الأحاديث، وهناك اتهام لهذه الأحاديث بأن معظمها من الموضوعات. يعني كمان كان يقول كنت أكذب للقرآن وليس على القرآن. أحسنتم، هذا الشاطر اللي يشجع قراءة القرآن، الشاطر اللي عمل هيك يخلق أحاديث ويكب. نعم. ختاما سمح الشيخ، الشكر لكم، حياكم وتحية الله يديم. أيضا لكم أعزائنا الشكر موصول، نلقاكم غدا بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.